أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من الناس في هذه الأيام من ينكر نزول عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فما رأيكم بهذا القول؟ وهل هذا يوجب ردته؟ هذا قول باطل، وقد قال به من عهد قريب بعض من يدعون العلم، ورد عليهم العلماء، ردوا عليهم وردودهم موجودة. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.